الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد. بداية أتشرف بوجودي معكم اليوم عوائل معتقلين وعوائل شهداء ونشطاء حقوق الإنسان منذ 2011 وحتى اليوم. لم تضعفوا ولن تكلوا أو تملوا، بل كنتم ولا زلتم تسلكون طريق النضال ورفض الظلم والاستبداد رغم كل المطالبات التي تتعرضون لها. نحن اليوم متواجدين هنا لنهنئ عائلة الشهيد عبد الله العجوز بهذا الوسام العظيم، وسام شرف الشهادة، ونجدد العهد والوفاء لهم على العمل معهم وإن طال بنا الزمان، بل بأن لا نتراجع عن المطالبة بمعرفة حقيقة الاستشهاد وتطبيق العدالة ومحاسبة من قام بقتل الشهيد وجميع الشهداء. فنحن معكم يا عوائل الشهداء لآخر نفس. طبعا بداية سأتطرق إلى جانبين من حياة الشهيد عبد الله العجوز. أولها المطاردة كما ذكرها الأستاذ علي مهنا. عبد الله قبل اعتقاله بفترة سنتين كان مطاردا كما كان آلاف المعتقلين. طبعا ما يعانيه المطاردين اليوم المسلوبة جميع حقوقهم، مسلوبة حقهم في الحياة، حقهم في المأكل، في المشرب، حقهم في التعليم، وحقهم في الصحة، يعني جميع حقوقهم اليوم مسلوبة. فعبد الله ضاع شبابه اليوم بين الأزقة والأحياء، وضاع شبابه بين الزنازين داخل السجون. لم يهتني بشبابه. طبعا لا ننسى بأن هناك أيضا بالنسبة للمطارد هناك أيضا تكثيف جهود السلطات في البحرين إلى الشباب المطاردين. بالمقابل هناك نقص في احتضان الشباب المطاردين من قبل المواطنين، وهذا ما سمعناه من والد الشهيد عندما كان في المغتسل، عندما كان يقول يودع ابنه ويقول لا احد يريد ان يحتضن ابني. ثاني جانب وهو الحريه. طبعا كلنا نعلم بان الحريه هي حق اساسي من حقوق الانسان، وهو من صميم البشريه، وهو طبعا حق مفقود في بلادنا البحرين. طبعا كلكم لما بتجربون بتقولون الحريه راح تاخذون نفس، لان الحريه لها معاني كبيره. فانا لو كنت محبوسه في غرفه، او ام الشهيد، او اي احد من المواطنين محبوس في غرفه ومقفله عليه ومحروم من اغلب الحقوق واعاني من التغيير، فمن الطبيعي راح افكر اني الجا الى الحريه، راح افكر الجا الى اني استنشق هواء نقي، راح افكر الجا الى الهروب من الغرفه. فهكذا عبد الله من بين 5000 معتقل رفض التقييد ورفض الذل والاهانه والظلم، وكان دائما يطمح للحريه حتى وهو في سجنه. في 3 يونيو 2016 طبعا كلنا نعرف سمعنا حادثه هروب ل 17 معتقل من سجن الحوض الجاف. طبعا هؤلاء المعتقلين لا تتعدى اعمارهم 20 سنه. وبكل قوة وشجاعة تمكنوا من الهروب من سجن الحوض الجاف لاستنشاق أبسط حقوقهم، لاستنشاق حريتهم. فالمعتقلين لأنهم من اللحظة الأولى في اعتقالهم كانوا يؤكدون بأن اعتقالهم يعني كان بطريقة غير قانونية ولا إنسانية، وطرق التحقيق الممزوجة بحفلات التعذيب داخل مبنى التحقيقات الجنائية. طبعا عبد الله تخطى كل الحواجز وخرج من باب السجن الى الحريه الابديه، وهو يقول الى بقيه اصحابه كما قال بعض المعتقلين داخل السجن، كان دائما يردد ويقول انا ساخرج من هذا المكان ولن ارجع ولن التقيكم
إلا وأنا شهيد أو نحن منتصرون. طبعا عبد الله لم يرد الحرية له فقط، إنما أعادها لنا جميعا، بل أراد من خلال تحركاته أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى الحرية والأمان، ولو كان الثمن دما، فإن عطاء الدم ثمن الحرية. وشكرا لكم.